مباريات الماتش، من سيفوز في الوقت القادم؟ فرصة هدف الفوز، كرة في المرمى وهذا بالتقدم بأخر الأوقات، غير معقول، كرة رائعة تسكر الشباك، سيناريو دراماتيكي، سيناريو كتبه هيتشكوك الملاعب يا السادة. هدف بطريقة فيها صنعة كبيرة من اللاعب، هدف في مكان يظهر سهل الحارس، لكن هي صعبة جدا في الأخير. عصام يجود آخر أداءات الماتش، من سيفوز في الوقت القادم؟ فرصة هدف الفوز، كرة في المرمى وهذا بالتقدم بأخر الأوقات، غير معقول، كرة رائعة تسكر الشباك، سيناريو دراماتيكي، سيناريو كتبه هيتشكوك الملاعب يا السادة.